السلام عليكم ورحمة الله. وصفة اليوم تورتة بالأناناس وكريم شانتي. يلا نبدأ. بسم الله. المقادير ديال الزينواج: 8 البيضات كاملة، ربع كيلو الدقيق، ربع كيلو السكر سنيدة، قبيصة الملح، وملعقة صغيرة الفاني. المقادير كاملة مع بعضها. عاد غادي نزيد الدقيق تدريجيا. قبيصة الملح، سكر سنيدة، والفاني. نضيف الدقيق، نخلط من تحت لفوق، الزينواج ملي كيكون ناجح كيكون في هاد الفقاعات، نكبو في الصينية اللي غتدخل الفوق اللي سبق لي ودهنتها بالزبدة ورشيتها بالطحين. درجة الحرارة 180 لمدة 20 دقيقة. كريم شونتي بردة وغادي نخلطو باش كتعطي النتيجة هائلة. الزينواج قسمته الى 3 طبقات، غادي نسقيه بالسيرو، سيرو د فواكه اناناس. نعمل هذه الطريقه 3 مرات، كريم شونتي مع التزيين بالفواكه اليابسه. الطرطه كتجي كثير لذيذه وشهيه وجد بسيطه. كنتمنى تعجبكم وتنال حسن رضاكم وتعم الفائدة مع الأصدقاء والأقارب، والتعليقات ديالكم كتهمني وغادي نجاوب عليها بطبيعة الحال. وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وشكرا لكم جميعا.